السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم توجهنا السيحان، رد نشيك أوضاع الصيد، شنو الأخبار، شنو صار، عسى ولعل يعني موسم الشانق نقول يعني على أبواب ملكته الله بادي فتشي. حضرنا غراضنا، توجهنا، طلعنا الساعة 5 الفجر، رجعنا 10 الصبح. راح تشوفون الرحلة إن شاء الله، إن شاء الله تستمتعون بيها. المنطقة الأولى اللي نزلنا بها هي منطقة السيحان قرب مشروع الماي، أكو سناية تصير على شط العرب مباشرة. والحديد هذا هنا يعني دائما نصيد به شانق هواي يعني كثرة موسم الصيد. البكان على شط العرب والمنظر كلش حلو، المسناية احنا دائما يعني هنا شمس قوية، فدائما نصير جوا بالظل جوا مشروع الماي. المعدات اللي تحتاجوها بعد يعني ما يعني ما شاء الله كلكم صيادة وتعرفون، سنارات مال شانق وثقالات وزن يعني وزنها مناسب ومثل مادة البحر من أخذناها يعني.